شهدت محافظة أسيوط افتتاح مكتبة مصر العامة كأول مكتبة عامة بالمحافظة تضم أمهات الكتب والكتب التراثية وكتب الأطفال. تضم هذه المكتبة أكثر من 30,000 كتاب في مختلف المجالات الثقافية، وتخدم المواطنين من جميع الأعمار بهدف نشر الثقافة والمعرفة وتحقيقا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. مكتبة مصر العامة بأسيوط أول مكتبة عامة بمحافظة أسيوط. المكتبة بتخدم جميع فئات المجتمع في أسيوط، من أعمار من بداية من 3 سنين لحد فوق سن 60. المكتبة فيها 30,000 عنوان، 30,000 كتاب تشمل جميع المجالات، بالإضافة للمخطوطات والكتب التراث الموجودة بالمكتبة، بالإضافة لتواجد نادي للطفل مدعم بالأجهزة التكنولوجية الحديثة، بالألعاب الخاصة بتنمية المهارات والذكاء وتعديل السلوك، بالإضافة لوجود بعض الأنشطة الكثيرة ثقافية فنية رياضية للأطفال. للأمانة طبعا حاجة جميلة جدا يبقى في مكتبة كبيرة بالشكل ده وجميلة وعلى قدر عالي من النظافة والاهتمام، والناس اللي فيها ناس محترمين جدا، وإن هي تبقى في حاجة زي كده في أسيوط تهتم بالطفل وبالأطفال في الوقت الفراغ في وقت الأجازة. ده افتتاح مبدئي، ولسه هيبقى فيه يعني حاجات تانية هتدخل فيها وألعاب وحاجات اللي فيه كونكت فور عملاق، يعني حاجات تنفع للأطفال الصغيرين.